طيب رح نعمل جوائز المستقبل. في عنا قسمين منهم، رح ناخذ الكبيرة هي حوالي 10 ب10 والصغيرة 6 ب6. هلا بالنسبة لهدول انه مايلات على نفس ميلة السقف، فهي ممكن نحن باللاين نعمل لاين ونعمل له شو انيبل انيبل او سويب اذا ما بدها تطلع نظامية، اذا بدها تطلع يعني على خط معين على شكل معين. او ممكن نعمل كونكت على فكرة، نستفيد من الخطوط نفسها، ناخذ امر جديد اسمه كريت شيب فروم سيلكشن. هلا بنشوف انه انسب لنا. رح ناخذ هون بوكس اول شيء ستاندرد بوكس، رح ارسم اوتو جريد على هذا السطح بشكل عشوائي اول شيء، تمام. ورح اقول له هون العرض بدي اياه خلونا ناخذه 10 ب10، نزيده 12 خليه تمام هيك. هون مرسوم على السطح، بقي انا اخذه من هون رح اضيف له ايديت كولي على الواي، مسحب على الطرف الثاني بيطلع معي بالضبط قد الغرفة اللي بدنا اياها. طيب بدي اشتغل فيه اكثر من هيك، فممكن ناخذ هون وهون نعطيه شامفر شوي خفيف بهالشكل هذا، تمام. نطور الموضوع اكثر، حعمل له الت و ار، نضيف كونكت، ممكن هون نضيف له نويز بس شكله كثير يكون خفيف. هاي الاوامر ما حلو تكون صريحه على الاكس وعلى الواي، على الزد ما بدي ارفع يعني يعطيني تباين على السقف. يعني شايفين هلا هيك انا لما عم طلع عليها ما حاسسها مستقيمه، بس الامر يا دوب مبين. يعني هيك انا شايفه بزياده مثلا، ما ببالغ فيه الامر اكثر من هيك. بالنسبه للتقطيعات هذيك نحن اللي عندنا اياهم 8 بظن مرسومين بالمسقط كانوا، لكم فاتحات 1 2 3 6 عنا، فرح ننتقل على الماكس. ممكن انا استفيد من موضوع الكونكت، صار اذا مقسوم معنا ما رح يمشي حال، فرح نرسم لاين او ناخذ هذا اللاين نفسه على نفس الميلي. ممكن اقول له امر اسمه كرييت شيب فروم سيلكشن، فشو رح يعمل من اللاين هذا من الايدج؟ رح يعمل لي شيب كرييت شيب فروم سيلكشن لاينر. اوكي هلا اذا اخذت هون شايفين الخط اللي طلع معنا، ممكن اخذ من هون اقول له ريندرينج انيبل انيبل ريكتانجولر، شايفين النتيجه. وهون بقول له مثلا الارتفاع اللي بدي اياه عنا نحن حوالي 60 ب60، بدها يطلعوا طولانيات، معلش لو زدناهم شوي رح اخذوا 8. في ملاحظة هون انه عادة نحن لما بناخذ خط بنعمل له انيبل انيبل، بس طبعا سناب ما بياخذه على الشكل الخارجي، بياخذه بالنص. فهون الفكرة انه انا ما دام ضفت ايديت كولي صار يتعرف عليك 3D، فهلا صار ياخذ هون سنابات. المحور بعيد عنه، رح ادخل على البيفوت اونلي واقول له سنتر تو اوبجكت من الفرونت، هي على الواي رح نطبقه بهالشكل هذا. ممكن هون نضيف له لاين صغير او شيء مشان نعمل لوست بيناتهم. هلا بدي اكرر هون 6 نسخ، فاسهل شيء ادخل على التولز سبيسينج تول او بنستخدم شيفت اي فورا، بقول له بيك بوينتس، خذ لي اياها من هاي النقطة، هي بيك بوينتس من هاي النقطة لهاي النقطة، شفتوا شلون كرره؟ طيب انا بدي 6 نسخ وما بدي البداية تكون من الصفر، فهون بدخل على الاند اوف سيت وستارت اوف سيت، بقول له بلش لي اياها مثلا بعيدة قيمة حوالي، احنا هون بدنا نقدر على الاوتوكاد، شوفوا قريبة ل 60، فرح دخلها حوالي ال 65، هي 65 وانهي لي اياها قبل 65، تمام. نعطيه ابلاي، حذفنا هذا القديم، نرجع على هدول على الفرونت، هي طبقناها تماما على مكان. قد ما اشتغلنا بالواقع بدي يبقى شوية تعديلات نشتغلها فري هاند، يعني قد ما حاولنا بده يطلع معنا بالاخير شيء ما رح يزبط معنا 100%. فرح ناخذ هون على الفرونت
انتبهتوا اني نسخت انستانس، راح اخذ هدول الاسطح، انتبهتوا مين حددت، راح اعمل لهم اكسترود. نرجع لهون لأتأكد انه مستقيم. تمام هيك هي الجوائز هون. بس انا هون شوي الماكس بيجن. طيب ممكن اذا تطبقن تماما على سناب اخذ النقطة لنقطة عزلت، اذا بدي اعمل يطلع خطوط مستقيمة تماما. شايفين النتيجة هون؟ هلا بدنا نكمل نفس الخطوات اللي بنشتغلها هون. ممكن استفيد من هذا نفسه، رح انسخ نسخة ثانية كوبي طبعا، وبرجع رح احذف البولي او رح احذف بس هاي الشقفة اللي عملناها لإكسترود، ونرجع هون على اللاين بس الفيرتكس شو بنعمل له؟ ثبتنا تمام؟ مشي خط مستقيم. رح ارجع اطبقهم هون، بقفل التحديد، سناب، شفت وسحب على الواي. دائما اذا بدي اخذ سناب برات الجسم بناخذ قفل التحديد. هاي كمان مهمة، انستانس عنا 5 نسخ. هيك بيطلعوا تماما على الفراغ اللي عنا اياه. شايفين النتيجة؟ نعطيهم لون قريب للشيء اللي بدنا اياه. ليش بس تمام هاي المرحلة الثانية بالشغل. هلا بجوز انتو الشيء الاساسي اللي بدنا نحكي عنه هو موضوع البابات. البابات على فكرة يعني ما بدها تاخذ وقت، بس كشغل بدها تفصيل كثير. بدها واحد مثل ما قلت لكم يعني باله رايق انه يفصل، يطلع مع القوس مثل ما بده، كورنيشة تطلع ظاهرة، بعدين يظبط المسكات. فهي امور كل الواحد بده يشتغل فيها على مهله. بظن بكفي اليوم كمرحلة أولى. ان شاء الله الجلسه الجايه بنقدر ننهي الموديلينج، بس حكيناه نبلش مباشره بموضوع الموديلينج ننهيهم. بيبقى عندنا الجلسه اللي بعدها ناخذ نحاول نكسر ونضبط قدر الامكان نطلع لقطه هون. في اي سؤال هون؟